شوفوا غالي شوفوا شو زوم بقى زوم زوم اسمه ايه نشوى لابورات هو نشوى ازيكم يا حبايبي عاملين ايه وحشتوني تعالوا النهارده نعمل مع بعض احلى كبسه سعودي بجد بجد طعمها وريحتها فظيعه جربوها تعجبكم قوي ما تنسوش اللي انا من زمان يضغط على اللايك واللي اول مره يدخل يضغط على الاشتراك فعلوا الجرس بقى ايه عشان يوصل لكم كل جديد يلا بينا نشوف طريقتها ايه ونعملها سوا يلا بينا بجد بجد ريحتها فظيعه بص حبايبي اول حاجه هنشوح فيها اللحمه دي ما نقطه زيت صغيره خالص هنحط فيها اللحمه بس تحط اللحمه في سمينه اول كده يعني دي حته دهنه كده تبقى حلوه كميه اللحمه اللي انت بقى بتحطيها كيلو اتنين على حسب الاسم انا ايه مزوده لحمه النهارده شويه النهارده الجمعه بقى وكمان تحدي بقى وكده فايه فانا عامله لحمه كتير شويه ونسيب اللحمه بقى لما تتشوح خالص بصوا بعد ما شوحنا اللحمه كده خلاص ونزلت ميتها وبدات ميتها تنشف شربت ميتها تاني هننزل عليها بقى البصل هننزل عليها البصل ده بصل كده مقطعينه حلقات بصلايه كبيره شوحه كده معاها وننزل عليه الطماطم طماطم برضو مقطعينها مكعبات طماطم مقطعينها مكعبات جربت الطريقة دي والله حلوة جدا يعني وجديدة جديدة في الكبسة ونضيف بقى عليها البهارات بتاعتها انا بضيف عليها البهارات الصحيحه الحبهان واللومي والقرفه الخشب والكبابة الصيني وبنضيف عليها البهارات بقى المطحونه كاري وبابريكا وبهارات كبسه من عند العطار وملح وفلفل طبعا وكمون اول اصلا ما بنحط البهارات دي حتتقل بالدقيق ننزل بقى عليها ميه سخنه عشان تستوي بسرعه ونسيب بقى اللحمة تستوى خالص فيها ويعني في الاخر خالص نضيف عليها الرز بس اهو في الاخر خالص بقى نضيف عليها ايه الرز نسيبها تستوى كده خالص مع نفسها بصوا خلاص يا حبايبي اللحمة استوت تلات اربع سوا او اكتر كمان يعني استوت حلو هننزل بقى عليها ايه معلقة ملح كبيرة كده عشان ايه الكميه اللي احنا عاملينها كبيره شويه وبعدين ننزل عليها بقى الرز الرز ده رز بسمتي حبه الصفرة انا غسلاه ونقعاه بقاله ايه ربع ساعه ما بنقعوش كتير يعني خلاص حطينا الرز ده اهو عارفين طبعا الرز البسمتي بيبقى عايز ايه ميه كتير شويه لا بس ده كده خلاص مظبوط اهو نغطي عليه بقى كده لما ايه الرز يشرب الميه دي ويستوى بايه مع اللحم خلاص اهو استوى خالص اهو شايفين نطفي بقى عليه ونقدمه مع بعض بصوا حبايبي خلاص احنا قدمناه اهو شايفين الرز مفلفل خالص ازاي واللحمه مستويه جدا ازاي شايفين شايفين اللحمة مش محتاجة اي حاجة بجد رهيبة وطعمها رهيب 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 يلا بقى انتي رايحة بقي مين بقي انا جربوها تعجبكم جدا بصوا زوم بقى زوم زوم اسمه ايه نشوى لابورات هو نشوى